السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في هذه الجلسة المتواضعة بواحد البراد ديال اتاي مشحر منعنع. بغيت نشكركم وبغيت نقدم معكم واحد الجلسة عادية بالسوينية ديالها. نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، لان الجو زوين بزاف، ما كاينش الحرارة وما كاينش البرد، الطقس رائع والطبيعة حتى هي زوينة، وكنهدي المتتبعين دياولي القدام والجداد حتى هما هاد الباقه ديال الورود او هاد المنظر الزوين ديال الورد طبيعي من حديقه البيت ديالي. وبغيت نشارك معكم جليسه زوينه خفيفه ظريفه وحديث ومغزل ان شاء الله. غادي نحضروا واحد البريرد اتاي، نتمنى هاد الفيديو ينال الاعجاب ديالكم ونكون خفيفه ظريفه على قلبكم. كيف ما شفتوا درت واحد الجليسه زوينه في الجرده، غير هكذا الحال كيف ما قلت لكم زوين، كيبغي الواحد يسرح عينيه في الطبيعه وفي الخضار وفي الورد. لذلك درت هذه الجليسه هذه حدا الورد باش نستمتع بالمنظر ديالو. طبيعه الحال ما كاينش شي حاجه احسن من الطبيعه. المهم غادي نديروا واحد البرير الداتاي مشحر من نعناع، يا سلام على اصوله بالنعناع. وكما كتعرفوا حنا المغاربه عزيز علينا الشاي المغربي او لا اتاي بالكلمه اللي كنقولوها دائما اتاي. الصراحه ما كرهتش كل واحد كيشوف هذا الفيديو، نقدم ليه واحد الكويس مشغل يدي مشحر من نعناع، ولكن الله غالب والله العظيم ما كرهتش كل شيء ذقت من هذا الكويس. هذا جا غزال مشحر وزوين. واول حاجه المهم بالنسبه لاتاي او للشاي المغربي كنحتاجو البراد، راه حاجه معروفه وكل شيء اي مغربي راه كيعرف يدير اتاي. ماشي الهدف انني نعلمكم كيفاش ديروا اتاي، ولا بغيت نشارك معكم هذا هو الغايه. وكاينين بعض الناس اللي ما كيعرفوش يديروه، الناس اجانب ماشي مغاربه، وكيبغيوه كيعجبهم وكيعشقوه لانه زوين وكيف ما كتعرفوا فيه فوائد. المهم غادي نحتاجو بالنسبه للشاي ديالنا حبوب الشاي الاخضر، هما هادو حيت الشاي راه فيه انواع واشكال. احنا كنستعملو في اتاي ديالنا الشاي الاخضر كيكون على هذا الشكل هذا، وكنحتاجو ليه السكر، وراه ماشي شي حاجه اللي كثيره، السكر كيبقى على حسب الذوق. وكنحتاجو النعناع اولا الشيبه، الشيبه كتكون في فصل الشتاء والنعناع كيكون زوين في فصل الصيف، كيكون حرش وكتكون الريحه ديالو زوينه بزاف. غادي ناخذ ان شاء الله الشاي الاخضر، واخا تشوفوا اللون ديالو هكا راه الاسم ديالو الشاي الاخضر. وهاد الفيديو كما قلت لكم راه للناس اللي ما كيعرفوش يديروا الشاي الاجانب، ولكن حتى المغاربه المبتدئات كاينه شحال من وحده ما كتعرفش تديرو. المهم غادي ناخذ الماء مغلي مزيان، كنديروه على داك الحبوب الشاي وكنغسلوه مزيان باش يتنقى، لان حتى هو كيكون يابس ما عرفناش يكون فيه شي غبره ولا شي حاجه، فضروري ما كنغسلوه وكنحيدو منه داك الا كانت فيه شي حاجه هكذا، وكنشللوه التشليله الاولى. كاين اللي كيشلو مرات وانا كندير له غير مره واحده، كنزولوه وكنضيفو عليه السكر حسب الذوق كيبقى دائما. بالنسبه للسكر انا اللي عندي هنا داك لي بتي مورسو اللي كنديرو في الكافي هما اللي غادي نستعمل، والبراد راه كبير حجم عائلي تبارك الله، نتوما يعينكم ميزانكم. صراحه انا كنت متردده باش ندير هذا الفيديو، كنقول ما كاينش شي مغربي ما كيعرفش يدير اتاي، راه كلشي كيعرف يديرو، ولكن بغيت نشارك معكم. صراحه كنت عادي ندير الجليسه ونجلس نشرب هكا كويز داتاي، وقلت علاش ما نصورش فيديو ونحطه في القناه ديالي. نتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم.
صافي. من بعد ما درت اتاي او الشاي وشللته ضفت عليه السكر. دابا غادي ناخذ واحد العريشه ديال النعناع. هاد النعناع راه ديال المغرب، تقولوا لي باش عرفتيه ديال المغرب؟ لان اللي كيجي من المغرب كيكونوا رابطينه بداك الدوم، واللي كيتباع ديال هنا راه ما كيكون الورقه ديالو رطبه ورقيقه وكيكونش حرش وكيكونوا رابطينه بلاستيك. اما النعناع اللي كيجي من المغرب راه كيكون مربوط، داك الحزيمه ديالو كتكون بالدوم، هذاك راه معروف ديال المغرب. وسبحان الله حتى المذاق ديالو كيكون مختلف، كيكون حرش وفيه الريحه وفيه الجهد. انا كنت غرسته هنا في الجرده، ولكن سبحان الله منين ولا نبت ما بقاش الورقه ديالو كيف ما كانت حرشه، ولا رطب ورقيق، لان العامل ديال التربه والعامل ديال المناخ ما كيبدلو سبحان الله. ولو انك زرعتيه هكا حرش وغليظه الورقه ديالو، ملي كيكون كيكبر صافي كتبدل ليه الورقه، كتولي رطبه ورقيقه وما فيهاش داك الريحه كما كانت وداك الجهد. المهم غادي نغسلوه مزيان، ضروري من التنظيف. غادي نعاود ليه مره اخرى الغسل باش نعرف بان ما بقاتش فيه الغبره او لا شي حاجه ديال التراب او لا شي حاجه هكا ما خصهاش تبقى فيه. المهم غنغسلوه مزيان، كنشلوه حتى كنشوفوا الماء ديالو نقي، عاد كنديروه في البريرات ديالنا. والماء راه كيغلي، ضروري كل ما مغلي مزيان في الغلاي او لا في البريق ديال الضو، باش غادي نضيفوه على المكونات اللي وضعنا في البراد ديالنا. الطريقه جد سهله، وكما قلت لكم راه كل شيء كيعرف يدير اتاي. المهم هي المشاركه معكم واحد الحاجه، ولا كان شي حد هكا من كما قلت لكم من الاجانب او لا من شي دول عربيه اللي ما كيعرفوش ما عندهمش فكره على الشاي المغربي، هذا هو الطريقه باش كنحضروه. مباشره كنديوه نحطوه على النار باش كيغلي، كنخليوه يتشحر وكنقدموه مع اي حاجه من الحلويات او من المكسرات ومع المسمن مع اي حاجه الكيك. المهم الشاي دائما حاضر في الموائد المغربيه في الصباح في العشيه، ولفناه وضروري كنشربوه كل يوم. المهم ها هو وجد ليا من بعد ما غليته وشحرته، خدا وقته. غادي نكبو معاكم، وغير من الصوت ديالو كيشهي من الكبه، كتشوفوا الرزه ديالو والكشكوشه، يا سلام. نتمنىكم تشربوا منه وتضيفوني فيه والله العظيم، ولكن الله غالب. هو هذا الشاي ديالنا بقواعده عفوا باصوله، وقدمته مع هاد الحليوات هادو، كنت حضرتهم في العيد وباقي لي منهم. وتقدروا تحضروهم في عفوا تقدروا تقدموا المكسرات او حلويات كما قلت لكم كيف ما كنوحهم، او لا تشربوه هكاك بوحدو، كل واحد كياخذو بشهوته. هذه هي الجليسه ديالنا والصوينيه ديالنا، كتجي يا سلام، بالخصوص في هذا الجو الزوين وهاد المناظر والطبيعه كتجي الجليسه زوينه. غادي نولي نعمر كويسات اخرين مشهيتكم فيه. كيف ما كتشوفوا الرزه ديالو والرغوه ديالو تبارك الله، باش تعرفوه مشحر ومنعنع بهذه الطريقه، غير من هاد الكشكوشه اللي كتطلع في الكاس. وحنا المغاربه كيف ما قلت لكم دائما برادنا، ضروري نشوف اي بلاد ناخذوه معنا، البراد هو البراد المغربي والشاي لا يعلى عليه وما نقدروش نستغناو عليه، ضروري لاننا تولفناه وكنعشقوه وكنرتاحوا في الشرب ديالو. وفوق هذا الشيء الشاي عنده فوائد حتى هي، كينشط الدماغ، ومهم عنده سلبيات. الانسان الا كان عنده شيء نقص في هذا في الدم او لا في الحديد في الدم راه ما خصوش يكثر منه لانه كيضر، بالخصوص اللي عنده فقر الدم، ولكن في نفس الوقت عنده منافع في الجسم ديالنا.
وكان هذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم. نتمنى ان شاء الله يكون نال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش تخليونا في تعاليقكم، الصراحه هما اللي كيحفزونا وكيشجعونا وكيخليونا اننا نزيدو ونستمروا ونكملوا في هذا المجال هذا. وكما شفتوا معايا هذه هي الجلسه ديالنا. نتمنى هذا الفيديو يكون خفيف على قلبكم. وشكرا لكم بزاف على حسن المتابعه. وصلنا الى نهايه الفيديو، غادي نخليكم مع هاد المناظر الطبيعيه ومع هاد الورود الجميله ومع هاد الجليسه ومع هاد البرير الذاتي. خليتكم على خير، الى فيديو اخر ان شاء الله، والسلام عليكم.